السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي لفتت. وزير الداخلية يدشن ثمان خدمات إلكترونية جديدة. وزير المالية: مبادرات لزيادة مساهمة القطاعات الحيوية في الناتج المحلي. تعيين خالد بن حمود وكيلا لوزارة الإسكان. ومع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي نقلت: نمو الصادرات 12% في شهر يوليو وزيادة السجلات الجديدة. فتح الباب أمام ترشيح أي عدد من الأطباء لجائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني. التربية: العودة المدرسية في موعدها بشهر سبتمبر القادم. وإلى صحيفة البلاد والتي استهلت: مجلس الوزراء 91 مشروعا تنمويا قيد التنفيذ بكلفة 413 مليون دينار. نقل معاملات سوق العمل الإلكترونية إلى أمازون. الخميس عطلة أول السنة الهجرية. إلى أخبار صحيفة أخبار الخليج، حيث نشرت أن وكيل ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل خليفة أكد أنه استجابة لرغبة المؤسسات الصحية للمشاركة في جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني، فقد تم تعديل الشروط الخاصة للتقدم للجائزة وفتح الباب أمام كل مؤسسة لترشيح أي عدد من الأطباء دون حد أقصى. إلى ذلك، لفتت صحيفة أخبار الخليج أن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم الدكتور فواز الشروقي أكد أن مواعيد العودة المدرسية ستكون في 16 من شهر سبتمبر المقبل. هذا ونشر الصحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب محميد المحميد والذي جاء بعنوان السعادة والإيجابية، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. مهم جدا أن يتم التقاط الإشارة الرفيعة التي جسدتها وزارة الداخلية في حصادها لجائزة أفضل برنامج لرفع معنويات الموظفين لعام 2019. مهم جدا كذلك أن يتم تعميم فكرة فريق السعادة الموجود في قطاع الموارد البشرية بوزارة الداخلية أيضا في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة. هذا الإنجاز المهني الإداري المتميز في مؤسسة رفيعة أصبحت اليوم تجسد قصص النجاح والنموذج والمثال الأبرز لباقي مؤسسات الدولة في التقدم وتطوير نوعية الأداء والخدمات والعلاقة المجتمعية والمسؤولية. نقول ذلك نظرا إلى الحاجة الماسة والضرورية إلى نشر السعادة والطاقة الإيجابية في بيئة العمل. نتحول إلى صحيفة الأيام، حيث دشن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية عن بعد، دشن ثمان خدمات إلكترونية جديدة ضمن حزمة إلكترونية متكاملة تشمل على 76 خدمة للحد من انتشار فيروس كورونا. نشر صحيفة الأيام أن مساعد وزير الخارجية عبد الله الدوسري صرح بأن الوزارة ستبدأ حزمة من المشاورات الواسعة مع الشركاء وأصحاب المصلحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في كافة مجالات حقوق الإنسان خلال عقد ورش عمل عبر الاتصال الإلكتروني المرئي بهدف إجراء مناقشات وتبادل الأفكار والخبرات من أجل إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. هذا وأصدرت وزارة التربية والتعليم اللائحة التنظيمية للإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة
الوقائية لعودة الطلاب بالمدارس الخاصة. وبحسب هذه اللائحة يجب إغلاق المقصف المدرسي وأن تكون الفسحة داخل الصفوف، كما أن الطابور الصباحي مؤجل حتى إشعار آخر. ننتقل إلى صحيفة البلاد، حيث نشرت أن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، كشف أن العمل جار على نقل كافة العمليات الإلكترونية للهيئة لنظام الحوسبة السحابية أمازون. وبقلم الكاتب أسامة الماجد نقرأ مقالا له في صحيفة البلاد، والذي جاء بعنوان جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي نجاحات هائلة. فإلى هذا المقال. تعتبر جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي من أهم سبل النجاح والعطاء والتفاني في خدمة المجتمع، وتفتح أمام المواطن أبواب الرؤية الواضحة الجلية من أجل تحقيق وترسيخ وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي، وتتويجاً لعطاء الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية التي كانت لها إسهامات كبيرة في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، تم تخصيص النسخة العاشرة من الجائزة لتكريم هؤلاء الأبطال الذين قدموا أروع الملاحم في التضحية وتحمل الأعباء، وهو اختيار موفق يعكس حكمة سمو الشيخ عيسى بن علي وبعد نظره وسعيه إلى نشر مفهوم العمل التطوعي وأهميته الكبرى في المجتمع. هذا وكتبت الدكتورة حورية الديري مقالا آخر في صحيفة البلاد، والذي جاء بعنوان البحرين عاصمة الشباب. فإلى المقال. جاءت ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للشباب هذا العام في 12 من أغسطس لتؤكد أهمية اشتراك الشباب في الجهود الدولية، وركزت معظم الفعاليات الدولية على آليات تعزيز مشاركة الشباب على مختلف الصعد المحلية والوطنية والعالمية. قياسا على واقع مملكة البحرين، فإننا نحصد ثمار ذلك الحس الوطني والقيادي منذ سنوات لنتائج أكبر مشروع إصلاحي عالمي، وتلك النظرة الثاقبة التي سار بها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه نحو بحرين أفضل ومستقبل واعد للشباب. وفعلا جاءت النتائج مبهرة، فقد حققت المملكة قفزة نوعية استباقية لإثبات دور الشباب في كل تقدم وتميز. وكالعادة إلى الجولة الأخيرة التي ستكون مع فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.